السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ماجد يحيى. اللي موجود دلوقتي قدامكم في الصورة ده الباشمهندس هاني عمارة، صاحب البوست اللي هز عرش نتفليكس ومسلسل ما وراء الطبيعة. باشمهندس هاني عمارة مهندس معماري استشاري وكمان باحث في الإسلام السياسي، والجديد بقى ان هو ناقد فني، وهيكلمنا النهاردة على البوست اللي لف مصر كلها، وتقريبا مفيش موقع الا لما اتكلم عنه، كل الصحف المصريه تقريبا اتكلمت عنه، لدرجه انا لما فتحت الفيسبوك انا وهاني اصدقاء واشتغلنا مع بعض، فهو عندي في الفريندز، بفتح كده لقيت بوست قريته شفته، بعد كده لقيت 5000 شير 7000 لايك، ايه ده؟ حاجه غريبه جدا. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا ماجد، اخبارك ايه؟ ايه اخبارك؟ والله الحمد لله كله تمام. كلمنا انت ازاي لقط الخطأ اللي في مسلسل نتفليكس ده، ملايين الملايين شافوه من كل حتة في العالم تقريبا، ومفيش حد لقط المشهد اللي انت اتكلمت عليه والخطأ ده. هقول لك ليه. لا، هو ممكن يشوفوا مهندسين بس ما بيدققوش قوي، يعني انا حتى لما نشرت البوست انا كنت كاتبه يعني في نطاق الاصدقاء، يعني ما كنتش يعني بخاطب الجمهور، يعني زي ما حصل يعني. فاحنا كمهندسين المعماريين، انا مهندس معماري، بناخد بالنا من التفاصيل دي قوي، في لما حتى لما بنيجي نتفرج على مسلسل او فيلم او اي عمل فني بنبقى مركزين في الديكورات يعني. ومن ضمن الحاجات اللي بنركز فيها الديكورات ايه؟ موضوع الحقبه الزمنيه اللي هي بيدور فيها العمل. ليه؟ لان احيانا من ضمن شغلنا بيبقى مثلا يجي مثلا زبون عميل يعني عايز يعمل المبنى بتاعه بستايل معين، خصوصا الستايلات التاريخيه، ففي بعض العناصر المعماريه ما ينفعش تستخدمها، يعني مثلا ما ينفعش تستخدم حاجات مودرن وانت بتعمل مثلا ستايل قديم، ستايل اللي هي الحاجات الكلاسيكيه الرومانيه كده يعني. في حاجه اسمها الكونسبت في الموضوع يعني. فهو المبنى اللي هم مصورين فيه، الشارع اللي هم جايين فيه، هو ده المفروض مبنى قديم ومعمول الواجهه حجر قديم، اللي هي المباني القديمه اللي كانت بتتعمل بالحجر. يعني في المسلسل بيتكلم في حقبة الستينات تقريبا. في حقبة الستينات، والبيت بالحجر او المبنى اللي جنبه بالحجر، ودي معروفة يعني. وهو جاي، انا شفت طبعا ايه مواسير البي في سي. مواسير البي في سي دي مواسير يعني بدأ استخدامها في مصر تقريبا من سنة 2000 وحاجات من كده. قبل كده كانوا بيستخدموا المواسير الحديد الزهر او الفخار اللي هي الخزف، ودي كانت بيبقى لونها غامق اخضر او رمادي او كده يعني. البي في سي دي يعني بعض الناس بتقول عليها بلاستيك يعني، بس هي ماده من غير البلاستيك، تمام، بتتحمل طبعا الحراره والحاجات اللي هي معروفه دي يعني. فالمواسير البي في سي بدات بعد كده بعد سنه 2000 في مصر تحديدا تنتشر، بسبب ان هي طبعا خفيفه وارخص وبتتحمل. مواسير الحديد والتانيه دي تقيله. ثالث حاجه في شغل المصنعيه اللي هو التقطيع والتوصيل والحاجات دي سهله، غير مواسير الحديد القديمه بقى قص وتلحيم ويعني ونار وحاجات من كده يعني، دي بتبقى اصعب يعني. فببص في البتاع لقيتهم هم جايين مبنى قديم ومتمدد عليه مواسير صرف بي في سي، من ضمنهم مواسير صغيره. المواسير الصغيره دي احنا في شغلنا عارفين المواسير دي مواسير تكييف، مواسير التكييف بتبقى صغيره، المواسير العريضه شويه دي بتبقى الصرف العادي. أيوة. فأول حاجة المنظر ده بالنسبة لنا كمهندسين بيبقى يعني مش مريح. فكرة إن ماسورة صرف تبقى نازلة على الواجهة دي تفصيلة مش مريحة يعني. إحنا حتى في الديزاينات بتاعتنا بنحاول نشوف لها علاج. أيوة. يعني أعتقد المخرج كان يحاول يعني المفروض يكون معاه حد يعني بياخد باله من التفاصيل دي. يعني طلع ادانا درس ازاي نتفرج على المسلسل، كتب خريطه وما كانش عارف ان في مهندس معماري اسمه هاني عماره من اول حلقه هيعلم عليه. ايوه. ما كانش يعرف ان المفاجاه، بس غريبه جدا ده تقريبا البوست. انا في حاجه بقى مستغرب لها اكتر، بس برضو احنا شفنا في مهندسين يا جماعه شافوه، ده هي مشهد شوت واحد، انت يعني لقطتها غريبه. ده حتى المواسير صغيره، انا قعدت افر الحلقه مره واثنين وثلاثه عشان اوصل اصلا للمشهد ده. يعني ده في اول 10 دقائق،
فاول 10 دقايق المسلسل والله حقيقي والله انا قعدت اوصل له قعدت فتره قبل ما اوصل له انا مش يعني مشهد عادي انا حتى الصوره قول يا ربي طب هو ده جابها منين يعني مش فاهم انت كنت قاعد تفكر في ايه في الكومنتات في كذا ماسوره يعني هو اصلا المشهد جاي في كذا ماسوره نازله بيضة مواسير البيضة دي مواسير جديدة بدأوا يستخدمها بعد كده وحاليا أصلا أنت لما بتيجي تصمم حاجة غلط المواسير دي تبقى مكشوف بس ده عشان مبنى قديم وعشان يمدد المواسير دي في مكان مكشوف لازم يكسر في المبنى فبيخافوا من الناحية الإنشائية فهم بيضطروا ما فيش قدامهم حل غير إن هم يمددوها بره كده فظهرت المواسير دي طيب إيه هي أصلا منظرها غلط يعني بالنسبة لي معماريا أصلا منظر المواسير دي على الوجه غلط يعني بصفة عامة الناس قالت لك ايه في التعليقات انا شفت الاف يعني تعليقات كتير جدا انت الناس قالوا لك ايه بقول لك يعني اتطلقت الناس قالوا لك ايه بقى في ناس يعني طبعا قعدوا يضحكوا معايا قال لك عشان تبقى تدقق كويس عشان يستاهل مش عارف يعني الشمتان بقى يعني والله انا الموضوع بالنسبه لي كان عادي يعني مش مترصد ولا حاجه يعني على فكره انا شفت أنا لو قعدت للمواضيع دي هطلع تفاصيل على فكره انا بتفرج احيانا بطلع حاجات من دي طيب. بس دي كانت مستفزه شويه فانا مش مترصد لا مستفزه عشان الناس كانت متحفزه ضد عمرو سلام عشان البوست اللي قاله كانت اتفرجت على المسلسل ولا ايه اللي خلى البوست فايرال كده وينتشر بالطريقه دي هل الناس فعلا كان عندها احساس من جوه عايز تتعلم على عمرو سلام ولا ممكن يعني البوست بتاعه ده حس ان كده في نوع من التعالي وبتنك عليهم لو شفت امبارح انا شفت احمد ادم في فيلم هندي لما طلع يغني وقال لهم التعليمات امبارح حفل الكوميكس اتعملت على عمرو سلامه اللي هو عمال يدي تعليمات ازاي تشوفوا اول حلقه من المسلسل ما تاكلوش فشار مش عارف تقعدوا عاملين ازاي حاجه غريبه جدا لدرجه ان على فكره نتفليكس نفسها النهارده سفت عليه نزل بوست نتفليكس اكونت نتفليكس الاصلي سف عليه وقال لا احنا ناكل فشار عادي يا جماعه ما تشيلوش اتفرجوا على الحلقه فالموضوع صراحه كان غريب جدا طب بصفه عامه انت ايه رايك في اول حلقه لا هقول لك حاجه يا هاني بتتكلم في الفن وبتتكلم في الاغاني وبتنقد الاغاني وبتنقد الافلام القديمه وبتتكلم على فترات المسلسل ده جديد جدا نوعه جديد على الدراما المصريه يعني احنا بقالنا فتره كبيره ما شفناش حاجه بالطريقه دي فانت ايه رايك لا هو المسلسل كويس عشان اكون صريح يعني مسلسل كويس فيه اهتمام برضو بالتفاصيل زي ما عمرو السلامه قال يعني فيه اهتمام بالتفاصيل والنقد اللي انا قلته يعني انا برضه ما كنتش قصد ده يحصل يعني بس هو يمكن سبب شهرته بسبب البوست حتى اغلب اللي كتبوا ربطوا بين الاثنين يعني بيقول لك قال للناس يدققوا قال للناس يهتموا بالتفاصيل فادي النتيجه يعني بس انا هو ده كان طلبه احنا مالنا مش هو اللي قال لك خدوا بالكم من التفاصيل والمسلسل معمول خدنا سمعنا كلام انت سمعت كلام وانت خدت كلامه بحذافيره ايوه لو في اول 10 دقايق خلي بالك يعني انت في اول 10 دقايق تبقى انت لسه متحفز يعني ده دي المصيبه ده لسه بنقول يا هادي خدوا بالكم من التفاصيل لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم ادي اول القصيده ايوه فالمسلسل كويس فيه اهتمام فعلا بالتفاصيل يمكن في ملاحظه موضوع لبس الاطفال مش ده لبس الاطفال في الفتره دي لبس البيتي تمام. بس هو في لبس الستات مهتم للتسريحات بتاعه الستات والحاجات دي واخد باله منها لا المسلسل الحوار حاسس كده انه رتمه بطيء شويه كده او مش بالتون يعني انا احنا كمصريين لنا ايقاع في الكلام مش هو اللي موجود في هو عامله بايقاع الكلام الاجنبي ايقاع أيوه. كلام المسلسلات الاجنبي لا احنا ايقاعنا ايه في الكلام مش كده مش رتم الهادي الطويل ده لا احنا ايقاعنا بيبقى فيه احنا المصريين عندنا يمكن حتى انت عارف ان في الخليج دايما حتى الناس دايما بيتريقوا على المصريين بيقول لك المصري وهو بيتكلم لازم يسمع كل الناس يعني حتى وهو بيتكلم في التليفون ايوه صح ايوه احنا كمصريين لنا ايقاع كده في الكلام مش هو اللي موجود هم بيقلدوا الايقاع الاجنبي في الكلام فيمكن دي نقطه ضعف الدراما واخد حقها معاهم قوي يعني الاداء الدرامي واخد حقهم قوي في طريقه الكلام وفي طريقه يعني انا اعتقد ما يعني في الافلام عادي ما دام بيتكلم عن مصر يتكلموا زي المصريين عادي يعني ويعلي صوته ويسرع في الكلام وكده ويشوح بايده عادي المصريين معروفين ان هم بيحركوا ايديهم كتير في الكلام كده وهو بيتكلموا يعني فعادي يعني مصر معروف انه كلامانجي يعني
صحيح. فإنما هو بيتكلم برياكشنات وطريقة والتون والحاجات بتاعة المسلسلات الأجنبي دي، يمكن ملاحظة خاصة بي أنا، ما دي يمكن مش مريحة في المسلسل. ما دام بتقدم مسلسل مصري يبقى أعمله بالطريقة المصري. أحمد أمين أنت إيه رأيك في أدائه؟ يعني مختلف تماما، كاركتر مختلف تماما عن اللي احنا شفناه قبل كده. هو أدائه كويس، أحمد أمين ممثل واعد يعني من أول ما طلع يعني، وفي ميزة عن كل جيله إنه مش من النوع اللي بيأفور. أيوه يعني حتى في الكوميدي مش بيأفور، في التمثيل مش بيأفور يعني كده يعني، يعني حتى الكوميديا بتاعته مش مصطنعة يعني. بأمانة يا هاني أنت الحقيقة هتعود لها؟ هتصطادهم بقى يعني عمرو سلامة يقلق منك. عمرو سلامة يقلق منك يبدأ عمرو سلامة يجيب بقى ناس ويعملوا روبرتات على أكاونت بتاعك عشان يقفلوه ويرتاح، ولا يعمل ايه طيب؟ لا عادي والله على فكرة الحاجات دي يعني مسلسل كده يا هاني، المسلسل مصروف عليه ملايين ونتفليكس انت هبوظوله كده، انت لو فضلت قاعد له بالطريقة دي هبوظوله. لا عادي الحاجات دي ممكن، هو على فكرة أول تجربة عمل على نتفليكس أكيد هيبقى فيه ملاحظات كتير يعني. أنا مش قصدي من الكلام ده إن حطم، أصل في ناس بعض الناس كلموني كده يعني بتاعت التواصل لا والله، وحتى والله لما كتبت البوست ما كنتش قصدي إنه هينتشر كده يعني، أنا كنت بكتبه على قد الأصدقاء 50 60 لايك وخلاص يعني. لقيت بعض الناس بقى يعني تعليقات كومنتات ضحكتني، أيوه يا عم خلاص عرفنا إنك مهندس، عشان أنا كمهندس يعني. انا فاهم ان انا مهندس بالنسبه يعني عشان بس يعرفوا انا ما شفتش مهندس فرحان، ما فيش مهندس ما نفسوش يفتح مطعم يفتح عربيه كده. هو يا جماعه هو الموضوع ايه يعني؟ مش امل يعني الموضوع الموضوع ايه تعبكم قوي موضوع الهندسه ده يعني على فكره مش شرط مهندس يلاحظها، بس اكتر ناس يلاحظوها مهندسين الديكورات، لان هم بياخدوا بالهم من التفاصيل وحقبتها الزمنيه، زي ما قلت لك في تصميمات بيهتموا بالتفاصيل الزمنيه. احنا يعني انا على فكره اشتغلت فيها برضه، هقول لك حاجه من الحاجات اللي اشتغلت فيها ترميم الاثار، اشتغلت في ترميم الاثار فتره، فترميم الاثار فعلا فيه اهتمام فعلا بالتفاصيل التاريخيه. ما ينفعش وانت بترمم الاثر بتراعي استخدام الماتيريال اللي تمشي مع الحقبه الزمنيه اللي اتبنى فيها الاثر. يعني ما ينفعش وانا برمم اثار احط بلاستيك احط حاجات اللي انت عارفها دي يعني. فهو ده هي دي نفس الفكره يعني. انا اعتقد حتى المواسير اللي هم حطوها على العماره كان ممكن يعملوا مواسير صرف مثلا يغطوها بشكل برضو يدي شكل يمشي مع الستايل العام بتاع المبنى يعني، مثلا مواسير مثلا ممكن مثلا يغلفها بنفس اللون الحجري يبين ان ده عمود حجر ديكور مقصود، جذع شجره، احيانا احنا بنعمل الكلام ده في الديكورات يعني. انت عارف ان عمرو سلامه تحديدا ليه هو كان في وش المدفع؟ عمرو سلامه هو اللي كتب الحلقه، هو الكرييتيف هو الارت دايركتور بتاعها، الكرييتيف بتاعها هو المخرج، فتقريبا اي تفصيله من دي مفيش غير واحد بس اللي هيتسال، هو عمرو سلامه يعني، هو عمرو سلامه. عشان كده الحلقات اللي جايه اعتقد ان هيبقى في اخطاء اكبر من كده اعتقد يعني. الموضوع موضوع لما بتمحور حوالين شخص واحد بتهيألي هيبقى فيه اخطاء اكبر الفتره الجايه. انا عايزك بقى تركز له بقى هاني وتتفرج له، وبص مصر كلها بقت متابعاك دلوقتي، الديكورات مش فوتها حاجه، ما تفوتوش. لا ما تفوت، هو كان بيعلمنا الادب، خلينا احنا بقى نردها له، فاهمني؟ كان بيدينا صحيح وما تقلقش. طب انت تتوقع للمسلسل ده من اول حلقه كده، انا اتفرجت علينا كمان صراحه، لا مدخلك في مود، مدخلك في حته كده بامانه بقى يعني. احنا اتكلمنا بقى عن عمرو سلامه وكده قطعنا في فروته، بس بامانه المسلسل انا حسيته ان هو مدخلك في مود، مدخلك في جو، معيشك في حاله كده، وفي ترقب انت مستني ايه اللي بيحصل ده، شدك مره واحده كده ووراك ان في حاجات في الدنيا او في انت ممكن ما تشوفهاش بس في غيرك بيشوفها وفي غيرك حاططها في دماغه، والجو والموسيقى التصويريه صراحه بامانه. الحلقات الجايه هل انت بصفه عامه بغض النظر بقى عن اي حاجه من المسلسل حلو، الموسيقى جميله، التصوير جميل جدا، طبعا لا المسلسل مصروف عليه. التفصيله بقولها دي هي كانت تتحل بشكل لو جاب واحد متخصص
يهتم بالحاجات دي، هم اللي بياخدوا بالهم التفاصيل الصغيرة دي بس. بس حتى المشهد نفسه اللي عمل فيه الكلام ده، لو خدت بالك برضو مراعي موديل السيارات، مراعي لبس الناس اللي ماشية في الشارع، يعني هو خلق حالة عامة، بس التفصيلة دي اللي فاتته، المواسير دي اللي فاتته. وعلى فكرة برضو مش اي حد ياخد باله منها يعني. انا بقول لك، انا على قد عندك قعدت دخلت، يا رب هي فين المشهد ده، فين لقطها منين، انا قعدت افر في الحلقة لغايه لما لقطتها. يعني انا مش عارف صراحة انت كنت بتفكر في ايه وانت بتلقطها يعني. بس احنا فكرة احيانا ممكن نكون بنشوف فيلم ولا مسلسل احنا كمهندسين يعني، وننسى اصلا اللي بيتكلم عنه. ممكن نشوف تفصيل الديكور كده حلو عجبانا، نقول عايزين نعملها في المكان الفلاني، عايز اعملها في مشروع الفلاني، عايز اعملها في حاجه. احنا يعني احنا كمهندسين عاملين لنا سكه تانية كده، ناس بتقول علينا لنا دماغ لوحدنا يعني. تمام، زي الفل. بتشرفت باللقاء معاك يا باشمهندس، ولما تنزل مصر يبقى لنا اللقاء باذن الله. وبص، انا كل حلقه تنزل اول اكونت هدخل عليه الاكونت بتاعك، انا بعيد له انا كمان بقى، فاهمني؟ قاعد اشوف ايه بقى. انا فاضي، انا النهارده الخميس، بكره الجمعه اجازه، السبت اجازه، مش ورايا حاجه، قاعد. بص، ما تسيبوش. لا حاضر حبيبي يا باشمهندس، ماشي، شرفت بيك النهارده. الله يخليك يا باشا حبيبي، شكرا جزيلا، مع السلامه. مع السلامه.